اكتوبر. انا رجعت لقيت عشان تضم الابن من فوق السن او الزوج او الزوجه تعمل فصل، او الست اللي اتطلقت كان 30,000. انا عملتها على مسؤوليتي 6,000، وكان قبل ما امشي كانت توابع الاب والام والزوجه عشان تجدد بتدفع 350 جنيه، البهوات عملوها 1000 جنيه. فانا خليتي 6,000 ودي 350. تقول لي وانت صفتك ايه؟ ارد عليك. ما احنا مش هنسيب اي عيل يقل ادبه في اي حته. مجلس اداره بالاجماع خد قرار. مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للعضويات والاشتراكات وله كافه صلاحيات مجلس الاداره دون الرجوع للمجلس. تمام؟ عشان يبقى اجراءاتنا سليمه. عشان يبقى اجراءاتنا سليمه. تاني، مرتضى منصور رئيس اللجنه العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من معده قرار مجلس اداره وراح للسيد وزير المديريه ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس. احنا بنعمل خدمه للناس، احنا بنيسر للناس. ورئيس اللجنه العليا للرياضه في النادي تعاقد اللعيبه ده بالعقد مع ده وتعاقد مع ده وتعاقد مع ده مفوض. مش انت بتتكلم عن اللوائح والقوانين؟ اهو مجلس الاداره المحترم فوض. ورئيس اللجنه العليا للتعيينات، ده انت هتتجننوا كده. مش انت مش عاجبك رئيس نادي؟ اديني جدك 10 رؤساء نادي في بعض. كل ده عشان الناس. لان انا لما قعدت الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله في البيت كلكم شفتوا النادي كان ازاي. انا رجعت الخميس، النادي النهارده فيه 70,000 80,000، هو ده نادي الزمالك. احنا ما يهمناش الكلام اللي بتهوهو، هوهو زي ما انت عايز. واحد مجنون مقدم شكوى بيقول لك ازاي بياخد اشتراكات قبل الميعاد. يا ابني ما هو 6 شهر 6 ده كله، بس انا بدل ما ادفع 30,000 ادفع 6. انا حاسس بظروف الناس. البلد في ظروف اقتصاديه صعبه. تاني، في ظروف اقتصاديه صعبه.